من وجهة نظرك أبو جبل إيه الغلطة اللي وقع فيها وبناء عليها بعد أوي كده؟ انت قصدك بعد ما بص يا كابتن ابراهيم، ما كانت واضحه جدا جدا جدا. ابو جبل كل يوم في قناه، كل يوم في برنامج. ابو جبل يعني لا، مش كده، مش كده. انت حارس كبير، انت بتلعب في نادي الزمالك، انت بتلعب جون منتخب مصر. لا يعني اتقل اتقل. انت الشناوي قالوا، الشناوي طلع كم مره في برامج؟ الشناوي قالوا 5 سنين جون اساسي منتخب مصر من 2018، 5 سنين بيكسب النادي الاهلي بطولات، ما طلعش في يعني في 5 سنين. يعني كفايه لقطه، كفايه مره، كان مره يعني، كان مره يعني، انما كتير، كان كتير، كان زياده قوي، كان اوفر قوي يعني. يعني التركيز قل، التركيز قل. انت محتاج، انت في استمراريه، انت عايز تبقى جون اساسي منتخب مصر، وعايز تبقى اساسي في نادي الزمالك. دلوقتي انت مش اساسي في نادي الزمالك ليه؟ لانك انت هنا حصل في مشكله، حصلت مشكله دي. احنا دول اللي احنا شفناه، دماغه كبرت. انا مش عايز اقول دماغه كبرت، انما انت خد بالك، احنا بعد البطوله احنا ما خدناش البطوله يا كابتن ابراهيم، ما خدناهاش. لا احنا ما خدناش البطوله، احنا جينا من البطوله، لقينا في لعيبه كتير جدا في القنوات، يعني متوزعين على القنوات في كل القنوات، هنا وهنا وهنا وهنا. لما ده ما ينفعش، انت في النهايه خسرت، حتى لو خسرت بضربات الجزاء، بس في النهايه انت عملت اداء كويس، وكان في احترام من كل الشعب المصري، ومن على مستوى حتى السياسي الناس كانت بتتكلم بشكل كويس جدا جدا. بس انت برضو في النهايه ما خدتش بطوله. بس ما كانش ينفع بقى يبقى في توزيع على القناه بالشكل ده. لكنه لحد دلوقتي الحارس الاول في مصر هو الشناوي. اه طبعا، برصيده، برصيده مع المنتخب، برصيده يلي طبعا، يلي عواد في الوقت الراهن. بص دلوقتي احنا يعني احنا لما نيجي نتكلم على في حراس مرمى في الدوري يا كابتن مريم، طب يلا قول لي حراس مرمى لازم ياخدوا حقهم، ولازم بنتكلم عليهم بشكل كويس. زي مثلا محمود الزنفولي، ده ماشي بشكل كويس جدا جدا مع البنك الاهلي. زي مثلا عمرو شعبان مع المحله، ماشي بشكل كويس جدا مع المحله. لما زي ما نتكلم مثلا دلوقتي على منتخب مصر، لا انا بتكلمش على، لا انا بتكلم منتخب مصر، لا بنتكلم على مواصفات. لا منتخب مصر رقم واحد. احنا دلوقتي بقى داخل منافس جديد دلوقتي، وممكن يبقى موجود في منتخب مصر. طيب شناوي وعواد، يعني احنا لو هنختار دلوقتي اربع حراس منتخب مصر، شناوي وعواد. احنا عندنا في اثنين ولدين صاعدين، يعني ما شاء الله واعدين، محمد صبحي ومحمود جاد. ومحمود جاد زي ما بقول لك، ما احنا كنا بنتكلم ان احنا مش عايز اخد اربعه كبار، ماشي، احنا برضو عايزين يبقى في اتنين كبار ومعاهم اتنين صغيرين. الاختيارات اللي فاتت ممتازه. في بطوله افريقيا كان معاك ابو جبل والشناوي، ومعاك الاتنين الصغيرين ولدين حراس بيلعبوا دلوقتي بقالهم سنتين ثلاثه في صبحي ما شاء الله جول ممتاز. انما انا بتكلم على محمود الزنفولي، زي ما بقول لك كان بياخد فرصه، ما ياخدش فرصه. محمد بسام في الهاني سليمان، كل دول حراس مرمى كويسين. انما زي ما بقول لك الاختيارات، يبقى في اتنين كبار واتنين صغيرين واعدين. يعني هل الاهلي محتاج لضم حارس مرمى جديد؟ خالص مش محتاج تماما. طب الكلام اللي بيتقال الفتره اللي هو من امبارح للنهارده، الاهلي خلص مع صبحي، شايفه ازاي؟ هيجي صبحي هيقعد سنه واتنين وتلاته من غير لعب، من غير لعب. طبعا هتضره، بخسرنا واحد في المنتخب. طبعا خسرنا واحد في المنتخب، وخسرته في انه بيلعب. يعني بص يا كابتن ابراهيم، هو يجي يلعب على الشناوي؟ مستحيل، مستحيل. شناوي جول كبير يا كابتن، شناوي جول كبير. حتى لو يعني لو في فتره بيحصل فيها هزه شويه، بس في النهايه الشناوي جول كبير جدا جدا. الشناوي بقى يعني جول منتخب مصر، جول عامل ارقام كبيره جدا. فاوقات بيحصل ان يحصل هزه شويه في الاداء، بس في معنى كده ان انا اجي يعني لا. فانا دلوقتي صبحي لو جه النادي الاهلي، طب هو دلوقتي بيلعب بره، بيلعب سنوي، هو دلوقتي لعب السنه اللي فاتت في الاتحاد، لعبها كامله، والسنه دي في فاركو لعب سنه كامله. فانت عندك رصيد مش اقل من 50 مباراه او اكتر من 50 مباراه، 60 مباراه دلوقتي. طب هيجي يقعد في النادي الاهلي؟ مش هيلعب صدقني. فهيقعد سنه واثنين وثلاثه. طب سنه واثنين وثلاثه يلعبوا فوق 100 مباراه بره، حتى لو النادي الاهلي بيفكر فيه، بس يبقى هو ده الفكر. انا عايز في النهايه يبقى عندي اثنين كبار وجون صغير في السن، يبقى موجود واعد. صحيح. انما عشان نجيب صبح دلوقتي، انا شايفه انه هيبقى يعني مش هيلعب في النادي الاهلي.